عباد الله، العمل اليسير مع تحقيق التوحيد يصبح عظيما. شربة لكلب يلهث من شدة العطش خالطها إيمان بالله، كانت لبغي من البغايا سعادة عند الله. إخلاصها لله في التوحيد هيأها لجنة الخلود. رجل يمر على غصن شوك فينحيه عن طريق المسلمين، وقد ابتلأ قلبه بالإيمان بالله، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب بذلك العمل في الجنة. هذا في إزالة أذى حسي يسير، فكيف بمن يدفع عن المسلمين الفساد والإفساد والأفكار الخبيثة والإلحاد وعظيم الشرور؟ وبدون الإيمان مهما عمل الإنسان فعمله طاقة مهدرة وجهود مبعثرة، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. حاتم الطائي مضرب المثل في الكرم عند العرب، حيثما نزل عرف منزله، يصور شعره جوده ويصدق قوله فعله، ويقول لزوجه: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. ولما قالت زوجه: أهلكت مالنا، قال وقائلة: أهلكت بالجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها. فقلت: دعيني، إنما تلك عادتي، لكل كريم عادة يستعيدها. ما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا، يذبح فرسه لجوع الحي ويطعمهم ويبقى جائعا ويقول: كلوا اليوم من رزق الإله وأيسروا، فإن على الرحمن رزقكم غدا. وهو الذي كان يقول: قدوري بصحراء منصوبة، وما ينبح الكلب أضيافيه، وإن لم أجد لنزيلي قرا قطعت له بعض أطرافيه. وفي الليلة الشاتية ذات الرياح العاتية يقول لغلامه: أوقد، فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح سر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. ويقول: إذا كان بعض المال ربا لأهله، فإني بحمد الله مالي معبد، إذا أنت أعطيت الغنى ثم لم تجد بفضل الغنى ألفيت مالك حامد. ومع ذا قال عدي رضي الله عنه ابنه: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل ويفعل، يعني أينفعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد أمرا فأدركه. أراد أن يذكر فذكر. نعم، إنه القائل أماوي: إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوي: إن المال مال بذلته، فأوله شكر وآخره ذكر. وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. كل ذلك لم ينفعه، لأنه لم يقل يوما من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا ينفع مع الشرك حسنة، فالشرك بؤس وهو شر عاقبة، والله أغنى الشركاء قاطبة.